مجدد تحية لحضراتكم. زي ما شفتوا حضراتكم في التقرير، نجم من طراز خاص او زي ما اطلقت عليه الجماهير ابن النادي، فعلا ضيف النهارده اكثر اللاعبين تتويجا مع النادي الاهلي طبعا في مجال كره اليد، تساويا مع اسطوره النادي الاهلي جوهر نبيل، كلاهما حصل على 23 بطوله. فالنهارده ضيفي فعلا ضيف من طراز خاص. خليني ارحب مره اخرى مع الكابتن محمد ابراهيم، بقول لك مشرفني. يعني تقرير ما شاء الله فيه العديد من الانجازات والبطولات، عايز اعرف منك كده في البدايه، يعني بدات رحلتك الاحترافيه مع النادي الاهلي امتى؟ زي ما التقرير قال عام 94، فهل سنه 94 على طول بدات لعب كره اليد في النادي الاهلي، ولا قبليها كان في اي ممارسات لكره اليد؟ لا خالص، انا سنه 94 كان عندي حوالي 9 سنين او 10 سنين بالظبط. حتى بدات بطريقه غريبه شويه، يعني انا ما كنتش اعرف صراحه لعبه كره اليد، او ما كانتش في التوقيت ده منتشره جدا يعني. بس بالصدفه يعني ان حد وداني النادي على اساس ان انا رايح العب كوره، ما كنتش اعرف اني رايح العب هاندبول. فوجئت هناك ان انا بلعب بايدي مش برجلي، فزعلت جدا وما كنتش عايز اروح تاني. لحد ما والدي ووالدتي اقنعوني يعني ان انا لازم اكمل، ودي حاجه كويسه ليا ومحدش عارف يمكن تكمل فيها وتبقى كويس. ففيش شهرين ثلاثه حبيت الموضوع جدا، خصوصا ان انا بعديها اختاروني، كنت في المدرسه بتاعت النادي الاهلي مدرسه الهاندبول يعني، فكان اختاروني طلعت الفريق، كان اول فريق بيتعمل في سننا يعني، واختاروني الحمد لله. وساعتها بقى استلمت لبس كان بالنسبه لي دي حاجه يعني سعاده كبيره، جامده جدا. فتعلقت بالموضوع بقى الحمد لله ربنا كرمه، وبدات في الناشئين بعد كده الشباب في النادي الاهلي لحد ما طلعت الدرجه الاولى 2005 الحمد لله. طب يعني كابتن محمد، ان تكون نشأتك في النادي الاهلي وتقعد ما شاء الله 25 سنه داخل جدران النادي الاهلي، ده بيأثر شويه في نشأتك، في نقدر نقول القوه البدنيه، احترافيتك للعبه بشكل عام ولا لا؟ طبعا، يعني ان انت تبقى مولود في النادي الاهلي ومتربى في النادي الاهلي يعني، غير بدنيا او على المستوى اللياقه البدنيه او كده، العقليه صدقني بتبقى مختلفه تماما. اي لعيب اتربى جوه نادي بطوله فاهم ان هو دايما محطوط تحت ضغط، انه طول الوقت لازم في التمرين اداؤه يبقى كويس، علشان لما اداؤه في التمرين هيبقى كويس هيبقى موجود بشكل اساسي في المباريات. وطول الوقت ان انت في المباريات انت الطبيعي ان الاهلي هيكسب، لكن الطبيعي ان الاهلي يكسب ولازم تلعب حلو. فده بيربيك ان انت طول الوقت محطوط تحت ضغط وتحت ستريس، فعشان كده تلاقي الكواليتي بتاع اللعيب المولود في نادي بطوله غير كواليتي اي لعيب تاني. وده بيبان لو لعيب سواء في اي رياضه، مش بتكلم عن الهاندبول بس، في الكوره مثلا لعيبه كتير جدا تبقى متالقه في انديتها، لكن تروح مثلا تيجي تلعب في النادي الاهلي ما يقدرش يستحمل الضغط بتاع الجماهير، ضغط اللعب، ضغط الحكام، ضغط المنافسات. انت بتنافس في السنه على 5 بطولات، مطلوب منك ان انت في 5 تطلع المركز الاول. ده شيء مش سهل على المستوى الذهني تحديدا مش البدني. طب احنا اكيد في ظروف استثنائيه العالم كله فيها، واكيد برضو انت متابع يعني، شفت في بدايه الحلقه كان معايا خبر عن اتحاد كره اليد ما اثير يعني امبارح في اجتماع والنهارده في اجتماع، امبارح يطلعوا يقولوا في توصيات من الانديه، بيشوفوا الانديه رايها ايه، لا خلاص هنلغي البطوله، النهارده يبقى في اجتماع تاني. لحد دلوقتي الموقف مش عارفين في دوري كره يد ولا لا. شايف ان ده هيأثر على اللاعبين، هيشتت افكارهم، ممكن يخلي شويه يبقى في عصبيه في المباراه حتى لو اتلعبت، وممكن الموضوع يروح لمباراه فاصله لو قدر الاهلي يكسب الزمالك. الموقف ايه ورايك ايه في اللي بيثار في هذه الفتره؟ والله بالنسبه لموضوع القرارات ده، انا شايف ان الموضوع يعني انا دايما بحب اللي موجود في المكان او موجود في المسؤوليه هو اكيد ادرى واحد بموضوع انه ياخد قرار. انا بتكلم سواء على الدوله او على الاتحاد، لان هم ادرى ناس بالكواليس. يعني احنا دايما بصفه عامه يعني كناس عاديه كل واحد بينظر من منظوره الشخصي او من مصلحته الشخصيه، لكن انا مسؤول اللي موجود في مكان بقيس لازم المصالح الكامله. فمثلا وزاره الشباب والرياضه طبعا او الدوله بصفه عامه من همها عوده النشاط. بالظبط، عوده النشاط لاسباب كتير يعني، حضرتك اكيد ادرى مني بيها، بس من ضمنها ان يبان ان احنا دوله الحمد لله قويه وقادره، وده انا عشته أكيد. حسيته ان انا كنت في احدى الدول قبل ما اجي. حتى الجماهير والمشاهدين في طاقه ايجابيه لما نشوف ان في ملاعب يعني نبدا نطمن. بالظبط، ان احنا ماشيين. بالنسبه للاتحاد نفس القصه، الاتحاد اكيد عنده ارتباطات واستعدادات. بالظبط، اولا في بطوله افريقيا في شهر 11 للانديه، في مدرب المنتخب محتاج اللعيبه في توقيت معين، في دوري جديد لازم يبدا، في استعدادات لبطوله كاس عالم هتتلعب هنا في مصر. فطبيعي جدا ان الاتحاد يبقى عنده حاله طوارئ انه لازم يجهز المنتخب بتاع مصر، علشان لازم نظهر بشكل كويس. ومش عايز اقول شكل كويس، لا، احنا لازم ننافس على البطوله، لان ده من الاسباب اللي هتخلي البطوله ناجحه، ان منتخب مصر يفضل مكمل لاخر لحظه. فدي انا مش عارف يعني، شايف انتوا كلاعبين، يعني انا سؤالي لكم كلاعبين، انتوا بتتشتتوا
ولا تحس انه ممكن يبقى ده بيخلي فيه عصبيه اكتر؟ بطوله بقى كانت هتتلغي، لا ده رجعت الاهلي اقرب. انا اقول لحضرتك هي مش فارقه، يعني البطوله هتلعب او هتتلغي، هما ماتشين الفاضلين. فالطبيعي الطبيعي انا بتكلم على لعيبه محترفه ان هو من بدري بادئ يتمرن لوحده لحد ما ان شاء الله التمرينات تبدا اللي هي الجماعيه من 1/7 زي ما طلع قرار الدوله بكده. الطبيعي ان مفيش لعيب هيفضل قاعد من شهر 3 من ساعه ما النشاط توقف لحد مثلا شهر 4 بدون تمرين. انا بتكلم في الظروف العاديه مش في الظروف اللي احنا زي فيها. طبيعي ان انت اخرك هتاخد راحه سلبيه اسبوعين 3 وهتبدا تمرن لوحدك في البيت. انا بتكلم، انا عارف ان مفيش صالات جيم مفتوحه ولا اي حاجه، بس الطبيعي انت كلاعب محترف بتحافظ على نفسك على وزنك، مش مستني حد. عندي سؤال فني ليك برضه، بحاول استغل ايه، انت ما شاء الله 25 سنه بس في النادي الاهلي، فاكيد خبره كبيره جدا. طب انت النهارده لاعب عندك الجيش عنده امل انه يطلع في مركز متقدم، فبالتالي مشاركات افريقيه. الزمالك شايف ان هو ممكن ياخد البطوله لو عمل اي نتيجه ايجابيه قدام الاهلي. الاهلي لا، عايز يكسب الماتشين ويدخل في مباراه فاصله. ان انتوا قاعدين بقالكم فتره تجاوزت ال 100 يوم فجاه ترجعوا، نقدر نقول هم ماتشين ثلاثة بس، لا ده ماتشات يعني فيهم نتائج حاسمة فاينلز. ده ممكن يعرض اللاعبين لاي اصابات لا قدر الله؟ طبيعي. المستوى هيبقى عامل ازاي؟ طبيعي. او طبيعي جدا في الماتشات دي. طبيعي حضرتك عندك حق طبعا، ده اكيد ممكن يحصل مش في الهاندبول بس، في كل الالعاب. ان الطبيعي ده بقى شغل المدرب الاحمال الشاطر في كل فرقه، لان حضرتك عارف ان كل فرقه فيها مدرب احمال، فطبيعي جدا ان هو يبقى فاهم الكلام ده كويس جدا. ده بالنسبه للمدرب احمد. بالنسبه للمدير الفني دي برده شطاره منه، ان لازم هيوزع الحمل بتاع المباريات على ال 16 لعيب او 18 لعيب اللي موجودين معاه، عشان ما يحصلش لحراك بتقوله. هي مباريات فيها عصبيه جامده جدا، لانها مباريات حاسمه زي ما حضرتك بتقول، فيها مجهود بدني جامد جدا، فيها مجهود ذهني، فطبيعي جدا ان في وجود الثلاث عناصر دول ان يحصل اصابات. فالطبيعي ان ده بقى شغل الجهاز الفني كامل، سواء طبي او بدني او فني. طيب احنا اكيد عندنا لسه هنتكلم عن الدوري وتفاصيل كتيره جدا ومنظومه الرياضه. بصراحه كره اليد حقيقي فعلا من الرياضات اللي ادخلت علينا البهجه كمصريين. بس عايز اخدك بقى تاني نرجع كده لذكرياتك مع النادي الاهلي، ولما انضميت لمراحل الناشئين وابتديت، يعني امتى ابتديت تحس ان انت خلاص بقى في يعني حلمك بتحقق داخل، خلاص ان انت تصعدت للفريق الاول وابتديت تركز كلاعب محترف؟ والله ده بدا يبان بس ساعه كان عندنا كاس عالم في منتخب الشباب، كان عندنا كاس عالم في توقيت شهر 7 مثلا كده، كنا في المجر. وبدا كان ساعتها المدير الفني كابتن اشرف شكري الله يرحمه، ناس يعني ده واحد من المدربين اللي ليهم فضل عليا كبير جوه النادي الاهلي. كان كلمنا، كنت انا وسته كمان في المنتخب من فريق الشباب في النادي الاهلي، كلمنا وانتوا ركزوا انا عيني عليكم كويس، وما قالناش ان احنا معاه، بس ادانا طاقه ايجابيه ان انا مركز معاكم وشايفه كويس. رغم ان كان ساعتها في التوقيت ده الاهلي فيه لعيبه على مستوى عالي ومستوى كبير، فكان صعب ان تتكلم في 7-8 لعيبه يطلعوا مره واحده من منتخب من فريق الشباب للدرجه الاولى. كانت مش سهله، بس هو حاول يوصلنا رساله بطريقه غير مباشره ان انا عيني عليكم وبص عليكم كويس ومتابعكم ومتابع نتائجكم. فكان هنا بدا بقى ان الواحد حس ان شاء الله في امل ان انا اطلع الاهلي درجه اولى. والحمد لله عملنا كاس عالم كويس وطلع مننا، كنا 8 في المنتخب الشباب من النادي الاهلي، طلع مننا 7 على الدرجه الاولى في النادي الاهلي. تفتكر مين كان في النادي الاهلي وقتها في الفيرست تيم من الاسماء يعني طبعا اللي مثلت مصر على الصعيد الدولي، وتعاملوا معاكم ازاي بقى كلاعبين شباب ان انتوا طالعين من الدرجات اللي هي الاقل العمريه اقل عمريا وطالعين للفيرست تيم؟ والله طبعا الفتره دي ما اقدرش انساها، طبعا كان فيها ناس نجوم كبيره جدا، يعني الواحد اتعلم منهم يعني مش عايز اقول لك كتير جدا بامانه والله بدون اي رياء. يعني كابتن صابر حسين يعني راجل على المستوى الفني وعلى الاخلاقي حاجه يعني ما فيش بعد كده. كابتن هاني الفخراني برضه حد اتعلمت منه كتير جدا، سواء لان هو بالذات انه في مركزي، وعلى المستوى الذهني وعلى المستوى التحضير للمباريات احمد السحيلي، حسين عواض، حسن عواض، كان مجموعه الكبيره اللي موجوده ناس كلها ناس محترمه واحتضنونا ودخلونا جوه الفرقه بسرعه. وفي التوقيت ده كان نتائج الاهلي في الدرجه الاولى في الهاندبول ما كانتش كويسه، كنا يعني ما كانتش الدنيا ماشيه كويس، لكن احنا اول الحمد لله ما طلعنا، رغم ان كنا فريق شاب نص الفرقه و50% في الفرقه 20 سنه اللي هو كان جيلنا الحمد لله يعني. ولكن في السنه دي قدرنا ناخد دوري وكاس من المنافس المباشر بتاعنا كان نادي الزمالك، وكان في التوقيت ده نادي الزمالك في يعني اعلى فتراته. كنت بكلمك يعني كابتن حسن والاحمر وريشه والروبي، وكان جيل جامد جدا، والحمد لله قدرنا في السنه دي ناخد دوري وكاس، واثبتنا ان احنا الحمد لله كنا جيل كويس بمعاونه طبعا الجيل الكبير بتاعنا اللي هو زي ما قلت حضرتك كابتن صابر وكابتن هاني والسحيلي، ناس كانت على مستوى عالي من من المستوى الفني والاخلاقي بصراحه. طيب وجودك في النادي الاهلي فتره كبيره ما شاء الله 25 عام،
وخلاص بقى يطلقوا عليك ابن النادي، لان طبعا انت من اللاعبين اللي ابتديت سنه 94 لحد ما خلاص يعني مؤخرا كان ليك بعض التجارب الاحترافيه. فعايز اعرف منك يعني اللقب ده بيمثل لك ايه، وبتتعامل ازاي مع جماهير النادي الاهلي؟ والله الحمد لله، يعني اللقب ده بالنسبه لي يعني وسام على صدري، لان عددهم قليل دايما في كل الالعاب اللي بياخدوا اللقب ده، لان بيبقى اللي طالع من تحت لحد بيوصل الدرجه الاولى ويكمل فيها بيبقى عددهم مش كبير. فطبعا ده الحمد لله يعني من الالقاب اللي عزاه عليا جدا، واحب ان شاء الله ان انا اكون دايما عند حسن ظن الجمهور والنادي بتاعي اللي اتربيت فيه، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله يعني. طيب امتى اتخذت القرار بالرحيل عن النادي الاهلي؟ يعني هل حسيت ان انت خلاص مش قادر ان انت تكمل بحاجه، ولا يعني انا عايزك انت اللي تقول اسباب رحيلك ايه وشفت القرار ده ازاي؟ والله ما فيش، هو كان حصل كده، احنا النتائج بتاعتنا ما كانتش مظبوطه اخر سنه ونص او اخر سنتين الفتره اللي كنت موجود فيها يعني، فوصل الدنيا مش لطيفه والفريق محتاج يتجدد او كده، او وصل من يعني من الاداره النادي ان احنا محتاجين نجدد الفريق وكده. فكان ساعتها كابتن رؤوف وكابتن عمر وكابتن جوهر الناس اللي ماسكه الملف بتاع الهاندبول قعدوا معايا وقالوا لي ان يعني احنا شايفين ان انت كفايه كده وتدرب تبقى امسك مساعد مع الراجل الاجنبي، او لو انت عندك رغبه ان انت تكمل ممكن تكمل، وده النادي الاهلي بيتك في اي وقت ممكن ترجع له. فانا اخترت بصراحه، حسيت ان انا لسه قادر العب او لسه قدامي فرصه ان انا ممكن ادي في مكان تاني. فانا اخترت بصراحه اللي انا قلت لهم لا، يعني اختار رحيل ان انا اشوف ان انا العب لسه قادر ان العب سنه او سنتين كمان، وان شاء الله بعد ما اخلص يعني لكل حدث حديث يعني ان شاء الله. طيب شاء الله. يعني حسيت ان ده كان قرار ظالم ليك؟ انت بتقول قادر تكمل، فمعنى ان انت قادر على العطاء فاكيد الاولى بيك النادي اللي انت اتربيت فيه يعني، فحسيت ان ده قرار ظالم ليك، ولا كنت قادر ان انت خلاص تاخد تحدي تاني في مكان تاني؟ والله اي حد بيتمنى انه يكمل يعني، ما فيش حد بيتمنى انه يبطل، او اي حد في مكاني هيحس انه مظلوم. فطبيعي الاحساس ده وصلني، بس في الاول وفي الاخر يعني ده راي الاداره بتاعت النادي لازم احترمها يعني. مش هقول لك ان انا لا عادي وموضوع ما فرقش معايا، لا طبعا حضرتك بتتكلم في 25 سنه، الموضوع اكيد اثر فيا واتضايقت، وكان نفسي ان انا اختم حياتي في النادي الاهلي، لكن كل شيء اسمه نصيب زي ما بيقولوا، ما حدش عارف خير فين يعني. انا اخترت طريقي والحمد لله مش ندمان عليه، انا حققت في الفتره السنه اللي سبتها دي لعبت فاينل افريقيا مع نادي سبورتنج، كنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نكسب، لكن ممكن لظروف المباراه قله خبره اللاعبين او حاجه زي كده ما قدرناش نوفق. في السنه دي خدت بطوله اسيا مع احدى دول الخليج، احدى الفرق الخليجيه يعني، ويعني انا كنت اعاره 6 شهور في سايب الفرقه واحنا اول الدوري. فالحمد لله يعني في السنه دي عملت انجازات، وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله انا عندي ثقه في الفرقه ان انا هروحها ان شاء الله، ان احنا هنعمل انجازات وهنحقق بطولات ان شاء الله السنه الجايه. انت قلت كلمه حلوه، انا نفسي اختم حياتي في النادي الاهلي كلاعب. هل لازال عندك الامل؟ شايف ان انت ممكن بعد ما تتالق في اي نادي تاني ايا كان ايه هو النادي ممكن فعلا ترجع للنادي الاهلي حتى لو موسم، ولا لا؟ مش عارف والله يعني، انا يعني دي انا مش يعني ده مش قرار فردي حضرتك يعني، لو هتسالني انا عن ايوه انا عايز رغبتي اكيد اتمنى ان شاء الله حتى اقول لك يعني اشيل كور في النادي الاهلي مش لاعب حتى، بس انا بتكلم ان ده بيبقى دايما قرار من الاداره او من اللي على راس الاداره الفنيه في النادي. ف والله لو هم شايفين كده انا طبعا عمري ما يعني اتمنى طبعا ان انا اختم حياتي في النادي الاهلي، ما حدش ينكر ده، لكن ده مش قرار لوحدي، ده قرار بيبقى مشترك، ف طبعا تحت امر النادي يا ريت يعني اتمنى. طب قبل ما نختم صفحه النادي الاهلي، يعني ما شاء الله 23 بطوله تساويا مع كابتن جوهر نبيل، ولا انت واخد بطولات اكتر من كابتن جوهر؟ والله انا والله العظيم لو هتسالني وحياه ربنا انا ما كنت اعرف الموضوع ده. والله انا بالصدفه في بوست نزل على يعني على احدى الجروبات في الفيسبوك انا فوجئت بالموضوع ده. والله انا بلعب طول عمري ما فكرت في القاب ولا ان انا مثلا اخد مش عارف ايه، والله انا بلعب كل فترتي في الملعب ان انا بموت نفسي، كل بطوله بخش عايز اكسبها. فوجئت والله من شهر، والله انا ما كنت يعني ما كنتش حتى عادد البطولات اللي انا خدتها. والله فعلا انا بتكلم واللي قريب مني هتلاقيه عارف عني كده، ان انا حتى ما كنتش حاسب انا واخد كام بطوله يعني. مش مركز، فوجئت ان بالاحصائيات انا بقيت كده، فما ما شاء الله فعلا ما كنتش اعرف. الحمد لله، فده لقب يعني بالواحد يعني بيحس انه عمل حاجه للنادي على قد ما النادي اداني، وانا يعني النادي الاهلي خيره عليا،
لكن برضو احس ان انا يعني ولو حاجه بسيطه للنادي اللي انا اتربيت فيه ان انا عملتها يعني الحمد لله. طب كابتن محمد من ال 23 بطوله، البطوله الاغلى بالنسبه لك ايه، سواء في تفاصيلها في بداياتها، حاجه بطوله ما كنتش متوقع ليها زي ما انت قلت اول لما تصعدت وخدت بطوله من الفريق المنافس نادي الزمالك في ظل يعني تفوق نادي الزمالك، احكي لي بالنسبه لك انت من وجهه نظرك ايه اكتر بطوله شايف ان هي مميزه بالنسبه لك، او عد لي خمس بطولات ما شاء الله من 23. انا كنت لسه اقول لك هي مش بطوله معينه، هي فعلا يعني اول بطوله ختمها مع النادي الاهلي في الدرجه الاولى، لان هي كانت مفصليه زي ما بيقولوا، انت من فريق شاب كل الناس بتقول ايه ده فرقه يعني سوري في لفظ عيال صغيره كلها يعني عمرهم ما يعرفوا يعملوا حاجه، لكن الله يرحمه وكابتن اشرف شكري راهن علينا والحمد لله رهانه وطلع صائب يعني والحمد لله شرفناه. دي كانت اول بطوله، هي بطوله الدوري سنه 2005 2006، بطوله السوبر الافريقي لان دي اول بطوله تخش النادي الاهلي. الحمد لله انا كنت يعني اشرف ان انا من الجيل اللي حقق ده للنادي، واتمنى ان شاء الله في الاجيال اللي جايه ان نحقق واحده واثنين وثلاثه واربعه وعشرة يعني. وبطوله الدوري 2017 2018 برضو لان ده كان بمباراه فاصله مع نادي الزمالك، وكان الزمالك في التوقيت ده برضو عامل سيزون عالي جدا والحمد لله يعني مباراه فاصله، وكانت يعني زي ما زي نفس الحركه بتتكلم فيه ان احنا كسبنا ماتش وهم كسبوا ماتش، فلعبنا ماتش فيصل الاعصاب بتبقى مشدوده فيه، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا الحمد لله نحققه، وكانت بطوله غاليه عليا برضو. تمام. طيب خلي جماهيرك ومتابعينك ومحبيك يعرفوا بقى ناوي على ايه الفتره اللي جايه. والله ما فيش، الحمد لله انا خلصت الفتره بتاعت الاعاره اللي كنت فيها بره، وان شاء الله راجع عندي عرضين كده بدرسهم كويس، و وان شاء الله ربنا يقدم الخير ان شاء الله والافضل اروحه ان شاء الله. طب نقدر نعرف كده يعني ويخلي جماهيرك يعرفوا اكتر من خلال ملاعب الابطال العرضين منين يعني، تفكير ما بين ايه وايه؟ لا هم جوه مصر بس مش لا مش والله مش عايز اقول مش حاجه، بس عشان احتراما للناديين يعني. يعني بصراحه الناديين اللي انا بتكلم معاهم سواء النادي اللي انا كنت فيه او اللي هروحه يعني او ان شاء الله هكمل، الناس يعني على المستوى الشخصي علاقتنا بيهم علاقتي بيهم كويسه جدا، فيعني خلينا يعني الموضوع في خلال اسبوع هيكون باين، احتراما للناس يعني علشان انا ما ينفعش ان انا اقول اساميهم احتراما ليهم، لان ممكن يكونوا مكلمين حد تاني أكيد. فمحافظين او لاعب في نفس المركز انت بالزبط. بتراعي ان هو بالظبط بتراعي برضه نفسيته انه ممكن طيب. يكون هو عامل حسابه على كده، فانا مش افضل يعني. من لاعب خبره زيك ربنا طيب. يخليك. خلال مسيرتك كان في اي عروض من نادي الزمالك بيحاول يفاوضك؟ وايضا لو جه نادي الزمالك دلوقتي دخل معاك في مفاوضات، هل تمانع اللعب للمنافس المباشر للنادي الاهلي اللي انت اتربيت فيه ولا لا؟ والله بص هقول لحضرتك حاجه، هو الاحتراف في الزمان اللي احنا فيه الاحتراف ما خلاش المواضيع دي، لكن انا بالنسبه لي او في لعيبه معينه ما بحسش ان الموضوع ده بالنسبه لها ينفع يعني، سواء في نادي الاهلي او في نادي الزمالك. يعني لو هنتكلمنا في الكوره مثلا، لعيب مثلا زي مثلا كابتن حازم امام مستحيل مثلا كان الاهلي في سنه من السنين يفاوضه. نفس الكلام مثلا لو هنتكلم على الجيل الحالي او الجيل السابق يعني، سواء كابتن محمد بركات او كابتن محمد ابو تريكه او حتى كابتن حسام غالي، في لعيبه معينه هو لعيب على مستوى فني عالي جدا، لكن انتمائه وتربى في بيت وعمل انجازات في النادي مستحيل يجي يضيعها بعد السنين دي كلها علشان مثلا فلوس او عشان حاجه. فانا بتهيالي انا شايف ان ده عادي شيء عادي كاحتراف، لكن بالنسبه لي انا موضوع صعب شويه يعني مش هقدر اعمله يعني، لكن لو حصل يعني وحصل كلام رسمي في حاجه زي كده نادي الزمالك نادي كبير ومحترم واللعيبه اللي فيه كلهم اصحابي وحبايبي، لكن بالنسبه لي هيبقى صعب يعني صعب ان انا اضيع تاريخي كله اللي عملته في النادي او حب الجماهير ليا او حتى حب الناس اللي جوه النادي ليا ان انا علشان حبه فلوس اضيع على اسمي يعني. نرجع بقى لمسابقه الدوري، يعني في حاله استكمال بطوله من وجهه نظر حضرتك الفنيه، هل شايف الزمالك الاقرب ولا الاهلي الاقرب ولا البطوله لازالت في الملعب؟ وطبعا بسالك الاقرب بناء على العناصر الفرديه اللي موجوده جوه كل فريق، الزمالك عنده عناصر مميزه، الاهلي عنده عناصر مميزه، فشايف كفه مين ارجح؟ والله هو قبل خساره الزمالك ماتش الجيش كان الموضوع بنسبه 75% محسوم عشان نبقى صراحه، لكن خساره الزمالك قبل التوقف على طول الزمالك خسر ماتش، فالموضوع بقى قرب جدا زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه ان الاهلي لو كسب الماتش الجاي وده وارد جدا لان الهاندبول ما تعرفش لازم يعني يكسب الجيش ولازم يعمل نتيجه ايجابيه قدام الزمالك، الطبيعي ان احنا بنفكر يعني انت عايز تاخد دوري يبقى ما ينفعش نتكلم انت تخسر خلاص خسرت من الجيش خلاص ما تفكرش انت بطل طبيعي انت تكسب ماتشاتك كلها، انت اتكعبلت في ماتش في الدور الاول من هيليوبلس هو اللي عمل لك القلق ده، فالطبيعي لو اتكعبلت مره كمان يبقى انت مش من حقك تاخد البطوله، يبقى ما تتكلمش في ماتش الزمالك بقى. لكن انا بتكلم ان العادي ان النادي الاهلي او نادي الزمالك بيكسب كل ماتشاته العاديه
والماتش الفيصل دايما بيبقى ماتش الاهلي والزمالك. فانا بتكلم ان الطبيعي ان الاهلي هيكسب طبيعي، رغم ان برضو فريق الجيش فريق محترم جدا 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 ووارد يعمل مفاجاه، لكن حافز البطوله مدي النادي الاهلي ولاعيبته حافز اضافيه. بالظبط. وماتش الزمالك دايما انا يعني كنت وانا لعيب دايما بقولها ما بيعترفش بمستويات فنيه. ماتش الاهلي والزمالك بالذات حالتك يوم الماتش عامله ازاي؟ انت ممكن يكون الفريق مثلا الاهلي عنده عناصر عاليه جدا 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 ومكسرين الدنيا طول الموسم، لكن وقت الماتش جونك ودفاعك او هجومك مش في يومهم تخسر عادي جدا، لان ماتش دايما بيعتمد على الروح اكتر من الفنيات. بس طيب خليني اسالك يا كابتن محمد، انت في وسط كلامك دايما بتقول المنافس المباشر، المنافس المباشر، يعني كره اليد عندنا اهلي زمالك اهلي زمالك، ليه ما بنشوفش عندنا منافسين تانيين مش اقوياء وفقط، لا ده بينافسوا على البطوله ونشوف تغير البطل في كل سنه، ليه عندنا في مصر الموضوع ده يعني؟ هو في معظم الالعاب هقول لحضرتك هي ليها اسباب، يعني لا انا يعني مش قصدي اهلي وزمالك بس اللي بينافسوا على البطوله، انت عندك سبورتنج السنه دي عامل كان عامل نتائج كويسه، الجيش كان عامل نتائج، الجيش عامل الموسم فوق الممتاز وكسب الزمالك زي ما انت بتقول، يعني الجيش لو كان مثلا في ماتشات من اللي اتكعبل فيها ما اتكعبلش فيها كان ممكن ينافس جدا على البطوله. لكن هو الجيش دلوقتي لو حقق مركز تاني ده فرقه يعني تبقى يعني انجاز من عالي جدا. لكن اللي بيحكم الموضوع ده برضه لو حضرتك خدت بالك الماديات، حضرتك النادي الاهلي ونادي الزمالك من الانديه اللي بتدفع فلوس كويسه. فطبيعي ان معظم اللعيبه المفروض الكواليتي بتاعتها عاليه الاهلي والزمالك بيستقطبها، فطبيعي ان هم يبقوا الانديه اللي بتنافس. لكن لو اي نادي تاني توفرت فيه الامور الماديه، وده حصل في سنه من السنين مثلا مع سبورتنج، في سنه من السنين مع الجيش، في سنه من السنين مع سموحه مثلا، هتلاقي ان بيحصل نتائج مفاجات يعني. طيب طب لحد دلوقتي ما خدتش برضه منك اجابه، عايز توقع منك مين بطل الدوري الموسم ده في حاله استكماله، اهلي ولا زمالك؟ انت قلت لي ان هي ماتش ما بيكونش فيه يعني خلاص بالظبط. هو توقع انا ما احبش بصراحه، لكن هتتكلمنا عن امنيه، اكيد انا امنيتي ان الاهلي ياخد البطوله. لكن توقع صعب، لان يعني ممكن نقول التوقع ده بعد ماتش الجيش، لو الاهلي كسب الماتش في الملعب جدا و50 50 يعني ما نقدرش نقول مين يكسب، لان فعلا الفرقتين على مستوى عالي والفرقتين هم قوام منتخب مصر. لكن لو لا قدر الله الاهلي مثلا خسر من الجيش او حصل اي نتيجه غير ايجابيه، يبقى اتوقع ان الموضوع محسوم بنسبه كبيره جدا، لان زي كان معنوياتك هتكون وقعت وخلاص مالكش يعني مالكش حجه ان انت تكسب يعني. تمام. عايزك اخدك بقى لحته المشاركات الدوليه، ما شاء الله انت لاعب دولي ومثلت مصر في العديد من المحافل الدوليه، كان ابرزها دورتين اولمبيتين بكين 2008 وريو 2016، ابرز مشاركاتك مع المنتخب ايه؟ خلي الجماهير تبقى عارفه اكتر المباريات كانت عامله ازاي، ذكرياتك مع المنتخب، مباراه صعبه يعني، بطوله كانت ليها طقوس خاصه معاكوا كلاعبين، فاحكي لي شويه في النقط الدوليه دي. والله الحمد لله طبعا اللعب كان على المستوى الدولي ليه طعم لوحده خاص، يعني انت حضرتك بتشوف اجواء ثانيه، اللعيبه العالميين اللي في اللعبه بتاعتك بتلعبهم وبتبقى معاهم يعني ند، مش يعني الحمد لله لعبه الهاندبول حضرتك عارف ان هي من الالعاب اللي هي بتروح تلعب كاس عالم او افريقيا او اي حاجه، احنا رايحين نكسب مش رايحين اداء مشرف او او او. الحمد لله فرقه يعني منتخب مصر من المنتخبات اللي احترامها على مستوى العالم، وده بنشوفه لما بنسافر اي دوله نلعب سواء ماتشات وديه او حتى في كاس عالم، وازاي الفرق بتبقى عامله حسابنا ومركزين قبل ما يلعبونا. الحمد لله يعني منتخب مصر من المنتخبات اللي الحمد لله تشرف يعني، او منظومه كره اليد في مصر من الحاجات اللي تشرف يعني، لو انت مثلا موجود في كجمهور او اي حاجه هتشوف ده وهتحس ده، ازاي الفرق اللي قدامك اللي تبقى ابطال عالم او كده نازلين محترمينك ومركزين، لان هم عارفين لو ما لعبوش 100% هيخسروا. فالحمد لله يعني الواحد قضى فتره كويسه جدا في المنتخب والحمد لله راضي عن نفسي فيها، بالرغم ان كان في بطولات كنا ممكن نحقق فيها نتائج افضل لكن الظروف ما ساعدتناش، او بتبقى نتيجه ماتش قلبت نتائجك كلها. لكن الحمد لله الاجيال اللي موجوده دلوقتي برده عامله نتائج كويسه جدا، واتمنى لهم ان شاء الله في 2021 ان شاء الله نوصل لابعد حاجه في كاس عالم، واتمنى ان احنا نوصل فاينل، والله ودي حاجه مش صعبه على ارضنا تحديدا، لان ده هيساعد في نجاح البطوله وان الجمهور يفضل موجود لاخر الوقت. فان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل. هنتكلم باستفاضه على المنتخب ومشاركتك فيه وايضا توقعاتك في بطوله كاس العالم، خلينا نطلع فاصل الاول ونكمل مع بعض الحديث ده ان شاء الله. مشاهدينا هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل حديثنا مع الكابتن محمد ابراهيم نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، مكملين في هذه الحلقه ولكن بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس وبرنامج ملاعب الابطال مكملين في حلقتنا النهارده مع الكابتن محمد ابراهيم نجم النادي الاهلي سابقا واحد نجوم منتخبنا الوطني المصري في لعبه كره اليد. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الكابتن محمد ابراهيم عن ابرز مشاركاته الوطنيه. كابتن محمد، يعني نرجع تاني نتكلم عن ذكرياتك مع المنتخب الوطني سواء في الاولمبياد او المشاركات اللي انت خضتها بشكل عام. بالنسبه لك يعني كانت ايه ابرز البطولات اللي انت مش ناسيها خالص؟ يعني يا كان تحديدا برضو بطولة افريقيا في انجولا 2008 دي من البطولات اللي عزيز عليها جدا. اولا برضو نفس القصة او نفس السيناريو، احنا كنا منتخب شاب برضو والبطولة كانت في انجولا والبطولة دي كانت مؤهلة لأولمبياد بكين. فكانت بطولة مهمة جدا انت تبقى بطل افريقيا وفي نفس الوقت هتروح أولمبياد. وكان في التوقيت ده منتخب تونس منتخب قوي جدا جدا، يعني كان سنة 2005 كان الجيل ده بتاع منتخب تونس كانوا واخدين رابع عالم. فكانوا من الاجيال القويه جدا واحنا كنا منتخب شباب برضه نفس الفكره، كنا حوالي 8 لعيبه طالعين من منتخب الشباب. والحمد لله كنا خسرين الشوط الاول في 4، فكان الموضوع ستريس جامد علينا، لكن الشوط الثاني الحمد لله قدرنا نقلب نتيجه المباراه وكسبناها. فكانت دي من البطولات العزيز عليا جدا. وطبعا بطوله برضه افريقيا في مصر هنا كان ليها طعم خاص، خصوصا ان هي كانت فيها زخم جماهيري كبير جدا واهتمام من الدوله واهتمام من الجماهير. فبرضه من البطولات اللي عزيزه عليا جدا، بالاضافه طبعا للاولمبياد، طبعا حدث تاريخي. اي لعيب لعب اولمبياد عارف يعني ايه انه يلعب اثنين اولمبياد او واحد او واحده حتى، فدي من البطولات اللي ما اقدرش انساها يعني. طيب انت كعنصر اساسي مع المنتخب وخدت معاه مباريات كتيره، يعني شايف ايه اللي المنتخب محتاجه في الفتره الحاليه عشان يقدر خلاص ان هو ياخد بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم، خصوصا ان احنا عندنا بقى البطوله خلاص مقامه على ارضنا، عندنا حضور جماهيري، عندنا دلوقتي انجازات كبيره جدا سواء منتخب الناشئين منتخب الشباب، حتى منتخبنا قدر يحقق بطوله وياخد لقب من تونس في تونس بطوله بالزبط. افريقيا عندنا لعيبه محترفين كتيره جدا، علي زين وخلافه هنداوي، فشايف ايه اللي محتاجينه يعني دلوقتي، ايه اللي ناقصنا عشان ناخد بطوله؟ والله ما محتاجين اي حاجه، احنا محتاجين حاجه واحده بس، احنا نصدق بس. الموضوع ده صدقني بيفرق جدا، انت تصدق ان انت تقدر تاخد بطوله العالم. لكن بامانه يعني المنظومه بتاعت الهاندبول في مصر بصراحه على الطريق الصحيح زي ما بيقولوا يعني. مدرب عالمي معانا بامانه، سواء ديفيد اللي كان ماسك قبل باروندو، الاثنين مدربين من احسن المدربين في اوروبا. عندك جهاز طبي عالي جدا، دكتور شوقي من الدكاتره يعني اللي انا اتعاملت معاها سنين في المنتخب، حد جامد جدا اداريا يعني ما فيش ولا كلمه، يعني انت كل يعني زي ما بيقولوا عوامل النجاح موجوده. لعيبه على مستوى عالي زي ما حضرتك قلت، في شباب طالع كويس جدا، في خبرات موجوده، فانت مش ناقصك اي حاجه غير حاجه واحده بس ان انت تصدق، يعني عندك كل عوامل النجاح، صدق ان انت تقدر تكسب فهتصدق. استاذنك نتكلم على الحاجات دي تفصيليا، اخد حد من اصحاب هذه الانجازات الكابتن طارق محروس صاحب انجاز برونزيه منتخب الشباب البطوله اللي كانت في اسبانيا. كابتن طارق برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما بضيفك. كابتن محمد ابراهيم طارق، ازيك يا كوتش؟ طبعا ازيك يا ابراهيم، عامل ايه يا كوتش؟ ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه يا كابتن طارق. دي كلمه السر بيني وبين محمد ابراهيم. محمد اول ما طلع المنتخب الاول كنت انا مساعد مدرب مع زوران 2006، وكان اول بطوله لينا كانت تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، كنا في تونس وكان اول ظهور لي في المنتخب الاول. فدايما كان زوران الله يمسيه بالخير ما كانش يقول له الا ابراهيم، فطبعا كانت كلمه بيحبها وبيحب يتنادى بيها يا ابراهيم. دايما انا على طول كنت بناديه بيها يعني. الحمد لله على السلامه محمد، ونورت بلدك وعودا حميد باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن طارق. كابتن طارق، يعني خليني في البدايه اخد راي حضرتك فيما يثار حاليا في اتحاد كرة اليد سواء باستكمال المسابقة أو إلغائها، يعني حضرتك شايف إيه القرار الأنسب في الوقت الحالي؟ طبعا أكيد حضرتك امبارح شفت تصريحات الأستاذ هشام نصر كانت معانا، الأستاذ هشام نصر رئيس الاتحاد قال إن هو أحال الموضوع للجنة المنتخبات الوطنية، لجنة المنتخبات الوطنية شافت إن هي خايفة على اللاعبين من الإصابة داخلين على بطولة هامة زي كأس العالم، احتمال يكون في مباراتين فاصلتين ما بين الأهلي والزمالك، ف ده رقم واحد. تاني حاجة ان هو قال بص الموضوع اقتصاديا، شايف انه لازم يدي فرصة للاندية اقتصاديا انها تتعاقد مع لاعبين او مدربين، بالاضافة ايضا الى فترات الاعداد. يعني في الاخر احل الموضوع، قال احنا هنشوف الاندية هتقول ايه وناخد توصياتها. فالاندية 13 نادي قالوا مش عايزين المسابقة، والنادي الاهلي فقط وحيدا
من ال 14 نادي اللي حضروا الاجتماع قال عايزين نكمل المسابقه بخلاف الاربع انديه. شايف القرار الانسب ايه ودلوقتي الوضع ايه، خصوصا بعد تصريحات السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي النهارده اللي قال مفيش اي نشاط او اي بطوله هتتلغي؟ هو طبعا زي ما حضرتك رصدت كده وقلت كل المواضيع وكل الحلول او كل الموضوعات اللي حصلت في الاجتماع. طبعا كل واحد اضرب، كل مسؤول اضرب بقرارات اللي بياخدها، وخصوصا ان كل واحد قاعد على المكان اللي هو فيه قدامه موضوعات كتير، قدامه حلول كتير، قدامه حاجات كتير بيقدر يحط لها اعتبارات. باشمهندس هشام قال ان هو القرار اللي خده ده بناء على توصيه من مدرب المنتخب، ان هو قال ان انا مش عايز ابدا الموسم بحمل عالي لان بعد كمان فتره طويله من التوقف. ده قرار المدرب ان هو الموسم ما يبداش حلم عالي، مش حمل عالي بيبدا اي موسم في اي فرقه. رغم ان اللي انا اعرفه ان برضه في نفس التوقيت بطوله اوروبا هتبدا تقريبا نهايات بطوله اوروبا او تقريبا بعدها بفتره، فطبعا برضه ده حمل عالي. طبعا ده قراره، هو عنده كاس العالم في مصر وده حلم كل المصريين، من حقه انه يحافظ على لعيبته. طبعا الاتحاد حول القرار للفرق القوميه وهي صاحبه القرار في هذا، هنستنى قرار لجنه الفرق القوميه. من حق النادي الاهلي ان هو المنافسه تستمر، لان طبعا انت عارف زي ما قال محمد شويه ان في فلوس كتير بتدفع في الاهلي والزمالك. من حق النادي بعد ما بيصرف فلوس كلها لازم يشوف نتيجة المنافسات ايه عشان يقدر يقيم الجهاز الفني ويقدر يقيم اللعيبة، هل اللعيبة دي تستمر ولا تمشي. وخصوصا ان العملية قربت بعد فوز الجيش على الزمالك بقى فارق نقطتين، يعني لسه في امل. نعم الامل ممكن يقول حسب الاوراق وحسب الورق اللي محطوط دلوقتي على الترابيزة 60-40، لكن لو وصل ماتش بين الاهلي والزمالك الحالة دي هتبقى العملية 50-50 في الملعب. اللي هيحدد الكلام ده أداء اللعيبة في المباراة. فهننتظر قرار لجنة فرق قومية اللي أعتقد إن هي برضك ليها رأي في الحتة دي. لكن أنا شايف طبعا كل نادي من حقه إن هو يحافظ على حقوقه، لأن في الأول وفي الآخر دي فلوس بتدفع، ومن حق أي نادي يدور على حق اللي هو شايفه في مصلحته. سياسه الدوله بقى بتقول ان احنا لازم نكمل، لان انا قلت لحضرتك لما كنت قاعد مع حضرتك هنا في البرنامج مكان محمد ابراهيم، قلت لازم الرياضه ترجع، لازم الناس تعيش. احنا في مجال الرياضه مش في كره اليد بس، حوالي 3 مليون واحد شغالين ما بين فنيين واداريين ولاعيبه ومساعدين، والناس شغال في غرف الملابس وكور وكل الكلام ده، حوالي 3 مليون. الناس دي قاعده في بيوت ما فيش فلوس، ما فيش مولد. طب مين اللي هيديها الفلوس؟ هنعيش على قصه كورونا، العالم كله في كورونا. كل الدول بدات رياضتها، كل الناس بدات، كل الناس بدات تشتغل. ان انا اقعد في البيت عشان الخوف ممكن يقتلك، انما انا انزل اعمل اجراءات بتاعه الاحترازيه، اشتغل. لان لو ما اشتغلتش القعده في البيت حد ذاتها، انت حضرتك لو قعدت يوم او اتنين في البيت بتبقى مش قادر بس عارف يا كابتن طارق، بالك بقى اللي قاعد وما عندوش فلوس يعمل ايه؟ طيب لازم الدوله تشتغل، لازم الدنيا تمشي، لازم الناس تتعايش، لازم الناس تحس ان البلد قويه، لازم العجله تستمر. انما الاوعاد وهنقفل ونستنى. طب انا سمعت امبارح دكتور من دكاتره، دكتور كبير مش قليل، قال لك مش قبل 5 سنين عشان الكورونا تنتهي. فهنقعد 5 سنين بقى بالفعل يا كابتن طارق. نقعد طيب انا ما بالفعل احنا الموضوع ما بقاش كورونا، يعني المبررات او الموضوع اللي طالع ان مش مثلا لا قدر الله ممكن حد يصاب بكورونا، الموضوع كله هو الاحمال البدنيه، ان هم مش عايزين يدخلوا على مباريات صعبه، خصوصا ان مصر زي ما حضرتك قلت امال المصريين ان احنا عندنا بطوله على ارضنا، فلازم ان احنا ننافس على هذه البطوله او نمثل مصر تمثيل جيد ونحقق مركز ما خدناهوش قبل كده. فهل فعلا يعني مباراتين صعبتين زي دول ممكن ياثروا على اللاعبين لا قدر الله تحصل اي اصابات، ولا مفروض ان احنا على الاقل ما ناخدش قرار الالغاء، ندي بقى فرصه كويسه في التدريبات وناخد فتره اعداد بدنيه افضل من قرار الالغاء، بحيث ان هو ما يكونش اهدار للمال العام؟ الانديه حضرتك قلت دفعت فلوس كتيره، فبالتالي يبقى مسكنا الموضوع من النص. يعني
هو قرار زي ما حضرتك بتقول كده، هو قرار هيبقى في الاول وفي الاخر قرار لجنه الفرق القوميه مع مدرب المنتخب، هو اللي هيحدد لو انا اقدر العب او اقدر ما العبش. بس في نفس الوقت لازم زي ما بقول لحضرتك من حق الانديه ان هي تدور على حقوقها، ان هي لازم تلعب، الناس دي دفعت فلوس كتير، لازم تلاقي مقابل اللي دفعته، لازم تعرف تقيم اجهزتها الفنيه، لازم من خلال الماتشات او من خلال النتائج تقدر تقول اللعيبه دي تقدر تستمر او ما تستمرش. وزي ما قال محمد انا سامع البرنامج من ساعه ما بدا، ان يعني مثلا على سبيل المثال اللي بيلعب في الاهلي والزمالك لعيب الفانيلا بتبقى تقيله، انا ممكن اجيب لعيب السنه دي بمبلغ وقدره الاقيه مش قادر يشيل الفانيلا، فهو بيضطر ان انا اغيره اجيب لعيب من 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 حته ثانيه. عشان تعمل الكلام ده لازم تقيمه، وتقيمه في ايه؟ مش في ماتشات متواضعه، لازم تقيمه تحت ضغط، لان اللعيب لا يقيم الا لما بيكون تحت ضغط. اللعيب ما بيقيمش في مباراه سهله ولا مباراه تكسبها براحتك، لا لازم يكون تحت ضغط، تحت ضغط جماهيري، تحت ضغط اعلامي، تحت ضغط اي ان كان الضغوط هي اللي بتحدد اللعيب ده اذا كان لعيب دولي او لعيب محلي، اذا كان لعيب عنده شخصيه او لعيب ما عندوش شخصيه، بيجي من الضغط اللي بيتحط عليه اللعيب. ولذلك احنا بنقول ان في لعيبه كتير يعني نجوم التاريخ مش عمره ما ينساهم، زي محمد ابراهيم، زي احمد الاحمر في نادي الزمالك، ده بيدل على ان اللعيبه دي اصحاب شخصيه، تقدر تستحمل الفانيلا، تقدر تستحمل الضغوطات، تقدر تلم اللعيبه. فاللي عايز اقوله لحضرتك ان الماتشات الكبيره هي اللي بتوري اللعيب الكبير في اثناء الماتشات الحرجه كمان. تمام. كابتن طارق محروس، واحد حقيقي من اصحاب الانجازات اللي اسعدتنا كمصريين، حققت بطوله قويه جدا، برونزيه منتخب الشباب اللي كانت البطوله اللي كانت في اسبانيا. بشكر حضرتك جدا على تواجدك معانا هاتفيا في حلقه النهارده. طيب محمد، يعني سمعت كابتن طارق اكيد عنده وجهه نظر تحترم، عايز ارجع معاك تاني سريعا لتوقعاتك لمنتخب مصر ان شاء الله في هذه البطوله. هو زي ما قلت لحضرتك بامانه والله، انا حتى كنت زمايلي او يعني زمايل اللعيبه انا لعبت معاهم، وفي لعيبه شباب يعني برضو شفتهم، انا لما كلمتهم قلت لهم انا يعني شفت منتخب مصر بيكسب كتير، لكن اول مره في حياتي استمتع وانا بشوف منتخب مصر بيكسب بامانه. اللعيبه لعبت الماتش، خصوصا انا بكلمك في تونس في صاله رادس، دي من الصالات الرخمه جدا انا لعبت عليها شخصيا، عجبني فيهم الهدوء في الاداء، لما كنا خسرانين ما توتروش، لما فرقنا بيلعبوا بهدوء ما استعجلوش المكسب، عجبني جدا جدا. يعني انا حتى انا كلمت، كان في مكالمه بيني وبين احد المسؤولين، يعني انا سالته قلت له نفسي اعرف انتوا عملتوا ايه عشان تخليهم بالهدوء ده بامانه. فدايما لما تبقى جاهز فنيا وجاهز بدنيا ومحضر كويس لماتشك، ده هيبقى بينعكس على الاداء في طبعا. عندك توقعات لمنتخب مصر في البطوله دي ولا زي بطوله الدوري كده؟ والله لا ابدا، انا شايف ان مكاننا الطبيعي ان شاء الله، ان شاء الله البطوله الجايه دي، خصوصا ان البطوله على ارضنا، لان زي ما بيقولوا الارض بتلعب مع صاحبها مع الجمهور، ان الطبيعي بتاعنا ان شاء الله المربع الذهبي ان شاء الله ان شاء الله. لكن انا نفسي واتمنى ان اشوف منتخب مصر في النهائي، وفي النهائي بقى يبقى لينا ان شاء الله تاني ان شاء الله. اخيرا قبل ما اختم معاك، حابب برضو اخد منك اجابه عن سؤال حلقتنا النهارده. يعني حضرتك شفت المفاوضات اللي كانت موجوده مع يحيى الدرع ما بين الاهلي والزمالك، خلاص الزمالك حسم، شايف ان الاهلي محتاج اي حد الفتره دي في صفوفه، او في لاعيب حتى من المحترفين ممكن يرجع، علي زين او هنداوي، ولا شايف ان الاهلي حاليا تمام كده اللعيبه اللي فيه؟ والله طبعا يحيى الدرع طبعا من اللعيبه ما شاء الله اللي بقالهم 3 4 سنين بيقدموا مستوى عالي جدا جدا جدا، وكان هيبقى اضافه طبعا سواء لاي نادي، سواء للزمالك او الاهلي، فطبعا الزمالك قدر يحسم الموضوع ده، واتمنى ان احنا لو طبعا لو جبنا علي زين تبقى صفقه من الصفقات السوبر اللي هي هترجح كفه الاهلي، خصوصا ان علي زين من اللعيبه اللي بتدافع وبتهاجم وبتجري وبتباصي، لعيب صاحب مواصفات وصاحب شخصيه زي ما كابتن طارق قال، من اللعيبه اللي هي فعلا تحسم مباريات وتحسم بطولات، فاتمنى وجود علي زين طبعا. ويعني لا انا شايف ان لو علي زين جه ان شاء الله يبقى الاهلي ان شاء الله مش محتاج حاجه، والبطولات كلها هتبقى في نادي الاهلي ان شاء الله. كابتن محمد ابراهيم بشكرك جدا فعلا على تواجدك معايا النهارده، حقيقي شرفتني واستمتعت فعلا باللقاء معاك. يعني انا اللي اتشرفت بيك، وبشكركم على اللقاء الجميل ده، ويعني ما حسيتش بالوقت، وشكرا لحضرتك يعني وعلى ذوقك. تمام، شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وبرنامج ملاعب الابطال. بكده تنتهي حلقتنا النهارده من برنامجكم ملاعب الابطال، غدا ان شاء الله لقاء يتجدد وحلقه جديده من ملاعب الابطال، ولكن مع زميلتي العزيزه مريهان عمرو، نشوفكم على الف خير.